مساء الخير متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع منافع على قناتكم الإلكترونية 9 تي في. نستقبل اليوم السي عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع من أجل النقاش حول موضوع مهم جدا شغل الساحة العالمية والمغربية خاصة، موضوع التطبيع مع إسرائيل وكذلك الحرب على غزة. سي عزيز هناوي مرحبا بك. انقطع الصوت. سي عزيز انقطع الصوت. واحد تكلم نسمعك دابا. دابا كتسمعني سي عزيز؟ دابا الان. دابا الان مزيان. سي عزيز مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله سي منافع. نبدأ الحلقة سي عزيز بسؤال مهم جدا، وهو كيف ترى الأحداث الأخيرة بغزة؟ أولا كل تحية لك أخي محمد، وكل تحية لمشاهديك الكرام ولقناتك الرقمية المهمة. أولا الأحداث التي نتابعها جميعا هي أحداث استثنائية جدا في تاريخ القضية الفلسطينية، بل وتاريخ المنطقة والعالم. هذه الأحداث التي فاجأت الجميع يوم 7 أكتوبر بعمل الطوفان الأقصى التي قادت المقاومة ثم ما تلاها من ردة فعل الكيان الصهيوني، بل وكل العالم. الكيان الصهيوني مدعوم من أمريكا والغرب، والذي الآن يرتكب جرائم بالجملة أكثر من 11 ألف قتيل بين الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات والمساجد والمدارس والكنائس. نحن إزاء عملية نازية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ضد شعب أعزل مدني. عجز الكيان الصهيوني عن أن يواجه كتائب المقاومة، فوجه ناره، نيرانه، طائراته، مدافعه، زوارقه الحربية، كل شيء نحو المنازل والمدارس والبيوت. فنحن إذا عملية إجرامية مركبة وحصار مطبق على الكيان وحرمان حتى الساكنة في غزة من المساعدة الطبية ومن الوقود ومن كل المستلزمات الغذائية. فنحن إذا جريمة مركبة ضد الإنسانية. يبقى أن هذا الشعب الفلسطيني قد حقق يوم 7 أكتوبر انتصارا كبيرا، ولا يزال يحقق في ظل اشتباك المقاومة مع جيش الاحتلال. فنحن إذا مرحلة تاريخية تقفل مئوية بلفور وتفتح أفقا جديدا للقضية الفلسطينية، ليس كما سبقه، خاصة ونحن إذا غدات الذكرى 30 اتفاقية أوسلو. تلي هذا الشعب ومقاومته قررت أن تنجز تحريرها بأظافرها بيدها، لما تخلى عنها كل العالم وتواطأ المحيط العربي بالتطبيع وخذلتها المنظومة الأممية، وتم شطب كل الثوابت والسقوف بما فيها التسوية السلمية، وترك الشعب الفلسطيني لوحده. فنحن إذا قبل من لكي يحقق حريته. هذا هو المشهد. قبل ما نمشي للتطبيع، صوت كان سمعك، تفضل. مرحبا. قبل ما ندوزو للموضوع التطبيع، فيما يخص يعني هذا العدوان اليوم، كنسمعوا واحد الخبر هو ان القوات الاسرائيليه دارت واحد الوحدات ديال 4 ساعات في اليوم. واش كتشوف بان هذا تراجع، لان العدوان كان بالنسبه ليهم على الارض بدون حدود، ما عندوش يعني واحد الحد معين. واش هذه النقطه هذه كتدل على ان هناك نجاح للمقاومه مقاومه حماس؟ اولا ان يعجز الكيان الصهيوني ان ينجز اي انجاز عسكري ميداني طيله الان تقريبا اكثر من 30 يوما. نحن اليوم 9 نوفمبر والعمليه ابتدات في 7 اكتوبر. فالعدو الصهيوني رغم ان مساحه قطاع غزه هي 40 كيلومتر على 12، فكل هذه الاسلحه، الاف الاطنان، عشرات الاف الاطنان القيت على قطاع غزه، لم يستطع الجيش الصهيوني ان يحقق اي انجاز. لا تزال المقاومه تعجزه عن ان يقتحم قطاع غزه، ولا تزال المقاومه تكبد الخسائر، اكثر من 120 دبابه وناقله وجرافه تم قصفها. بالمقابل الضحايا على المستوى الفلسطيني هم من المدنيين الاكثر بالجمله،
فإذا نحن إذا فشل الصهيوني على الاقتحام البري، والتي كانت الحكومة الصهيونية ورئاسة الأركان ووزارة الحرب تبشر المجتمع الصهيوني بأنها ستحسم المعركة في بضعة أيام، فنحن إذا انتصار كبير للمقاومة. فيما يتعلق بالهدن فأمريكا ترفض الهدن، بايدن يقول قبل قليل أنه ليس هناك وقف إطلاق النار، بمعنى أن أمريكا نفسها تحرض الكيان الصهيوني على المضيف في جرائمه. وما يتعلق بهدنة 4 ساعات لا زال الأمر لم يتم حسمه، فنحن إذا محاولة الضغط وكسر ذراع المقاومة والضغط عليها بالفاتورة المدنية في الشهداء في الأطفال والنساء كي تركع وتعطي الدنية وتعطي الأسرى والمحتجزين عندها، فنحن إذا فشل عسكري واضح للكيان الصهيوني وفشل أخلاقي وسياسي على المستوى ارتكابه لجرائم حرب واضحة أمام العالم، ثم صمود فلسطيني أسطوري لا بالمقاومة ولا بالحاضنة الشعبية، بدليل هناك صفر لاجئ على المستوى الفلسطينية إلى الحدود المصرية في رفح. فنحن إذا أسطورة تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية CNN بالأمس على ذهول المسؤولين الأمريكيين أمام حجم القتل الذي يجري في غزة، أقول ذهول المسؤول الأمريكي ليس على حجم القتل، على حجم الصمود الغزاوي، إنه لم يكونوا يتخيلون أو يتصورون أن أمام كل هذا حجم النار والأحزمة النارية سيكون هذا الصمود الأسطوري. لذلك سي عزيز عندي سؤال. في الرواية التي تقول بأن المقاومة يوم 7 أكتوبر، يعني للجيش الإسرائيلي أو يعني كان يعلم بهذه الخطوة، وبأن ربما حماس انجرت إلى هذا الفخ من أجل أن إسرائيل تدخل لغزة وتلقى يعني الغطاء السياسي وكذلك الغطاء على العمليات اللي غتقوم بها. أش كتقول في هذه النقطة هذه؟ هذا الكلام أولا مصدره أين؟ لا الكيان الصهيوني كيقولها ولا المقاومة كتقولها ولا أكثر الناس إيمانا بنظرية المؤامرة داخل الكيان الصهيوني ولا المجتمع الفلسطيني كيقولها. يقولها المرجفون عندنا هنا في المغرب وبعض المرجفين من بعض الأقلام المتصهينة في بعض المنابر الإعلامية العربية التي تريد رسم المشهد الآتي، أن إسرائيل لا تقهر وأن إسرائيل لا تفاجأ وأن المخابرات الإسرائيلية لا يمكن أن تسبقها أي مخابرات. هذا كلام ينطلق من طرفين، إما طرف عنده سوء نية ويكره المقاومة ويحب إسرائيل، أو طرف هو عنده عقدة من المقاومة ومطبع وبالتالي لا يريد أن يرى هذا المشهد الذي يجري اليوم، وبالتالي يزج بالمقاومة في نظرية الفخذ وأن إسرائيل استدرجت المقاومة إلى الفخذ. نقول هذا كلام أحمق. الكيان الصهيوني ضرب في مقتل 7 أكتوبر، هل الكيان الصهيوني غادي يخلي أنك تقتل لي 1200 7 أكتوبر بوحدها من فرقة غلاف غزة؟ فرقة غلاف غزة من أكثر الألوية والفرق العسكرية الصهيونية استراتيجية، لأنها تواجه أكثر منطقة اشتباكا مع الكيان الصهيوني، فرقة لواء غزة والتي عندها رصيد طويل من العمل الاستخباراتي والأمني تجاه غلاف غزة. ثانيا الآن عندك 250 أسير لدى المقاومة، كنا نتذكر يعني هذا أول سابقة في التاريخ، 250 أسير لدى المقاومة الآن، كنا نكون مع أسير أو أسيرين ها؟ لا وتقوم الدولة ولا تقعد ويتم الإفراج عن 1400 لا ولكن يستندون سي عزيز، يستندون سي عزيز على بعض المعطيات اللي كتقول بان مثلا حتى العناصر ديال الجيش اللي كانت يعني معتقله وجدوا بعض الروايات كتقول لي بيس بانهم تعطيو كيديتكتيو لهم لومبلاسمون ديالهم، والجيش الاسرائيلي يقصف الاماكن اللي فيها يعني المعتقلين ديالهم. واش هذه الروايه حتى هي قابلة للنقاش أو أن ربما أولا يعني أنا هذه الرواية سبحان الله العظيم الناس ينجمون لأن ما قادرين يشوفوا الحقيقة، بعض الناس وبمناسبة في فئة قليلة
غير يتم ضخ هذا الكلام في الواتساب وغيره عبر بعض النصوص المشبوهة المصدر التي تريد حرب نفسية على الأمة وعلى الشعب الفلسطيني، بأن اللي كيشوف الآن كاميرا خفية، كاميرا خفية، هذا غير مشهد مصطنع، لكن ب 11,000 شهيد وبدمار شامل في غزة، هذا حرب نفسية يا أخي الكريم. أش من بيس الكيان الصهيوني عنده واحد البروتوكول سميتو هانيبال، عندما أنت تأسر جندي واحد يتم جرف كل منطقة، يقتل الآسر والمأسور، ثانيا يقال عن ليبيوس. إذا الكيان الصهيوني إذا كانت هذه النظرية قائمة، أولا أقول لك لا وجود لها حتى في الإعلام الإسرائيلي ولا داخل المنظومة الصهيونية، إذا كان هذا فخ لصناعة واقع سياسي وتهجير قطاع غزة كله إلى سيناء كما يقول نتنياهو وغيره. بالنسبة للتهجير والطرد، هذا برنامج صهيوني قديم في عمره 75 عام أو 100 عام بالنسبة للبريطاني، ليس جديدا. ولهذا شوف أخي الكريم، ما نطولوش في هذه النقطة رجاء، هذه نقطة منها رتقات الزمان، فخلينا في الموضوع الجدي. أما هذه معنا شكرا التهيؤات شكرا التي تريد صناعة المقاومة ما انتصرت، انتصارات، والكيان الصهيوني يعترف بأن قطاع غزة تحته مترو حماس، مدينة كاملة تحت الأنفاق في قطاع غزة، مئات الكيلومترات من الأنفاق، والفلسطيني صنع واقعا عسكريا. اللي بغى يشوف هذا الشيء يشوفه، اللي ما بغاش يشوفوه تيديها في هذه الهرطقات باش كيصنع لراسو حالة الهزيمة النفسية، وعمره ما يصدق بأن ممكن المقاومة تنجز. ثالثا المجتمع الصهيوني والجيش الصهيوني، واش انتم عاقلين على حدك جن سليمان لما توفي سليمان عليه السلام بقات الجن في العذاب الأليم، وبقاو عاقلين على سليمان مازال حي؟ الناس مازال عاقلة على الكيان الصهيوني أنه القوة لا تقهر. المقاومة أخي تطورت كثيرا كثيرا جدا، ومازال عندها فالنقطة مفاجآت. ديال فإن القوة الإسرائيلية لا تقهر، هنا كنتكلموا نرجعوا نتكلموا على التطبيع مع العلاقات مع إسرائيل. هنا كنشوفوا كنشوفوا بأن بأن العلاقات بين المغرب اللي انقطعت في 2000 واللي كانت ربما التعاون كان على مستوى يعني في الظل، من بعد ما رجعت العلاقات الإسرائيلية فهناك من يقول بأن بعض الوسيط الثلاثي ديال الولايات المتحده واللي هو العراب ديال اسرائيل والاعتراف ديال امريكا بالصحراء المغربيه بان الغايه كانت عندنا هو نتقواجو سياسيا واقليميا، وهذا ما حدث مع الاعتراف ديال ترامب. كيفاش كتشوف انتم هذه النقطه؟ الخلاصه نحن لم نتقوى اقليميا بل ضعفنا اقليميا، ولم نتقوى داخليا بل تم ضرب طهرانية ونبل قضية الصحراء في مقتل بالتطبيع باسم الصحراء، استئناف العلاقات أو ما سمي استئناف العلاقات، بل إن بوريطة قال لم تنقطع العلاقات. فنحن إذا روايات كثيرة تتحد في نقطة واحدة، هو تمرير التطبيع من بوابة الصحراء، وهذا الأمر ليس إنجازا دبلوماسيا مغربيا بل إنه قرار سياسي أمريكي قديم. هناك رسالة لأوباما في 2009 إلى الملك محمد السادس، ارجعوا رسالة أوباما في 2009 ماذا يقول؟ ثلاثية التطبيع الصحراء القدس، الملك يرأس جنة القدس وعنده قضية الصحراء، فمطلوب يعطي موقف في التطبيع كي ينال شيئا من المزايا السياسية في قضية الصحراء. الذي جرى هو أننا أعطينا هدية مجانية قاتلة لنا طبعا إلى العدو الذي يرعى الانفصال، الجزائر العسكرية النظام والبوليزاريو. الآن النتيجة صفر بل تحت الصفر على مستوى الجدول ديال المزايا والنتائج أو الإيجابيات في التطبيع. نحن أعطينا القضية الصحراء الآن في مستوى أنها متوأمة مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين، فالبروباغاندا الجزائرية والبوليزاريو تقول بأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين يوازي احتلال مغربي للصحراء الغربية، هذا كلام بروباغاندا الجزائرية. ثانيا أين هي قنصلية أمريكا في الداخل؟ ثالثا بقينا كنتسناو كمغرب رسمي، أقول مغرب رسمي 3 سنوات حتى تفضل السيد بنيامين نتنياهو وصفت رسالة للملك. ثالثا أو رابعا قبل أسبوعين نتنياهو عنده الصحراء مقطعة في المكتب ديالو على المغرب. رابعا نقول كمغاربة، إذا كان هناك من يريد التطبيع مع الكيان الصهيوني الرسمي فيمكن أن يطبع، ونحن نرفض أن يتم تمرير التطبيع بقضية الصحراء. يمكن له يطبع
أتحدث عن الدولة في القرار المركزي يطبع ويمشي في مدى التطبيع إلى أقصى الحدود كما قال بوريطة. بالمناسبة بوريطة زاد بزاف كتار من سقف التطبيع ديال الدولة، وإذا طولنا في النقاش نجبدو ملفات خطيرة جدا. بوريطة زج باسم إمارة المؤمنين في موضوع التطبيع، وهذا خطير للغاية، تجاوز حتى قضية الصحراء، مشى لإمارة المؤمنين. بوريطة مشى لإيباك أعتى منظمة صهيونية في العالم وقال مستعدون للذهاب إلى أقصى الحدود مع إسرائيل. شنو هي أقصى الحدود؟ هي اللا حدود، هي اللا حدود. ثالثا كانت عندنا أزمة مع الاتحاد الأوروبي، بوريطة خلال أزمة مع الاتحاد الأوروبي في اللقاء مع المبعوث المفوض الأوروبية وتيقول غنعقدوا اتفاق ثلاثي مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي والمغرب. فهناك حالة عشق من طرف واحد من البوريطية، أسميها البوريطية القاتلة لقضايا الوطن. خامسا تجاوزنا قضية الصحراء أخي الكريم، فتحنا تطبيع، تعليم، ثقافة، في الأركيولوجيا، في الفلاحة، في الصيد البحري، في كل شيء، حتى أن مسؤولة في مكتب الاتصال الصهيوني اسمها عينات ليفي، وهي بالمناسبة صديقة الحركة الأمازيغية منذ 15 سنة، تقول لا حاجة لكم أيها المغاربة بصلاة الاستسقاء، يعني كتضرب الإيمان والعقيدة المغاربة وإمارة المؤمنين في الزيرو، كتقول لك عندنا تكنولوجيا تحلية مياه البحر، حتى صلاة الاستسقاء ما تحتاجوهاش. ثم انطلقت تيار تتبع في المغرب بشكل خطير جدا يهدد ثوابت الدولة المغربية، فأصبحنا نرى أنه لا يمكن الحد عن الصحراء دون إسرائيل والمغرب رأس جنة القدس. أخي الكريم مشاهديك الكرام، التطبيع باسم الصحراء مقتل للصحراء وليس فقط خيانة لفلسطين، هذا نقولها ليس كلام عاطفي. لا لا كنشوفوا بأن كنشوفوا أنه رغم كما قلتي دابا يعني الانطباع على أن القضية هي أن باش نتقواو على جيوسياسيا في المنطقة، هناك من يدخل إيران التي تدعم، هناك من يدخل إيران في الموضوع وكيقول بأن إيران تدعم، هي وروسيا تدعم القطب ديال الجزائر، وبالتالي فربما الحليف الآخر ديالنا هو الخليج، فاحنا كان يعني كنشكلوا قوة إقليمية من أجل أننا نوقف إيران. أولا موضوع إيران ليس مرتبطا بالزفة الطبيعية الحالية، نرجع شوية للوراء سنتين أو ثلاثة قبل 2020 كان هناك مؤتمر وارسو في بولونيا، وتم الحديث عن ما يسمى الحلف السني الإسرائيلي في مواجهة إيران، وأريد البحث عن مشجب عن ملف أنا لا أدافع عن إيران بالمناسبة، أنا تحدث من المنطق وطني، منطلق وطني. إيران بعيدة عنا بآلاف الأميال، السعودية مطبعة مع إيران اليوم، الإمارات مطبعة مع إيران، الخليج مطبعة مع إيران، إحنا في قاع والطرف العالم الإسلامي نريد استعداء إيران كي نبرر التطبيع مع إسرائيل، ونقول بأن إيران كدعم البوليزاريو. بالمناسبة لم يرد ولا وثيقة ولا أي مستمسك على المستوى هذا الأمر، ما ضبطنا ضباط إيرانيين في الصحراء المغربية ولا في تندوف ولا في تفاريتي ولا أي منطقة، ولم يثبت أن حتى ما يسمى أدوات إيران، لأنه يتحدث اليوم مش على إيران فقط، حتى حماس، ويروج مؤخرا واحد الفيديو مصطنع هو إسماعيل هنية لما زار المغرب في 2021 ومشى زار موريتانيا ولبس الدراعية الصحراوية، قيل وطلق فيديو هذه في 2023 لشيطنة المقاومة وشيطنة فلسطين بأنه كان عند البوليزاريو. فنحن إذا بروباغاندا متصهينة، أقول متصهينة، يقودها بعض عملاء الصهيونية في المغرب وفيهم قيادة سياسية، وتحدث عن بيد الله مثلا اللي كتب تغريدة بعد حادث السمارة الإرهابي قبل أسبوعين أو قبل 10 أيام، قال بأنه بوليزاريو ذراع حزب الله تضرب السمارة، وبعد ما نبني إعلامي بحال الصحيفة الإلكترونية والار بي جي راه كتخدموا حماس راه هو اللي ضرب السمارة. أخي الكريم واش كانوا كل المغاربة تبن؟ نحن ليس لدينا عداوة مع إيران، والمغرب كانت عنده علاقة مع إيران من أيام الحسن الثاني وقبل، واستمرت حتى مع عهد الملك محمد السادس. تم الزجر بملف البوليزاريو إيران فيما قيل عن بوريطة عنده شي وسائل وشي شي اثباتات، لم يتم عرضها على البرلمان المغربي ولا على الشعب المغربي.
اليوم من اللي قال بوريطا هذا الكلام 2019 في تحضير لصفقة القرن 20 في إطار برنامج كوشنر ماهر بن شباط لم يثبت شيء. ولهذا نقول أنا لست بصدد الدفاع عن إيران، أنا أقول لماذا الزج بالمغرب في خدمة الأمن الصهيوني بمعاداة إيران، والحال أن إيران موجودة كشعب وكحتى مذهب ديني قبل 1400 عام 1300 عام سيدي، لكن إسرائيل طارئة في المنطقة، إسرائيل جاتنا بوعد بلفور، إسرائيل جاية كيان وظيفي إمبريالي مغلف بالدين اليهودي زورا لتأبيد حالة الترهل وحالة الارتهان إلى الغرب الإمبريالي في المنطقة كلها كمخرجات سايكس بيكو. فما يمكنش نخلق عداوة مع إيران اللي في عمرها 2000 عام على الأقل هاد الايام السي عزيز كنشاهدوا واحد الجبهه ديال النقاش ومجموعه من النقاشات اللي دايره في الساحه المغربيه، كل واحد كيخرج كل واحد كيقول كلام يبدو ان المغاربه ما بقاو عارفين شكون يصدقوا. كتخرج شامة درشول في منبر اعلامي كتقول كلام بان يعني اسرائيل تهدد الامن الوطني وهي اللي كلات من تفسير التعيات. كتخرج ميساء كتخرج كلام اخر كتناقيد، كيخرج سي رمضاني كلام اخر، كيخرج اناس كيفاش كتشوف الحركيه وهاد الكلام اللي تيروج في الساحه الاعلاميه المغربيه. هذه ساحه داخل تيار كله مطبع، ميساء وشامة والرمضاني، فباش نتفاهموا مزيان باش ما نتيهوش. انت قلتي الناس التالفين ما عرفوش شنو يتبعوا، هذا الثلاثي كله داخل نفس المربع، انما كل واحد ولمن ينتمي وبفم من يتكلم، فكلهم وكلاء وليسوا أصلاء عن انفسهم، هم مستخدمون جميعا. بالمناسبه رمضاني مستخدم عن الشرعي، وميسا غابت هذه عام ونص ولا شنو كانت باغي تدير شي حزب المسيحيين الله يعاونها، ثم ظهرت فجأة بعد ظهور شامة درشول، وشامة درشول كانت أول مستشارة إعلامية ديال ديفيد غوفرين. الآن أقول لك المنظومة التطبيعية في البلد بكل أصنافها، كان منظومة تطبيعية أتحدث حتى على المستوى الرسمي، فيها جانب مطبيع يدعي الوطنية، أقول ربما شامة درشول كترمز ليه، وبالتالي شامة درشول ربما كانت في مهمة ما في مكتب الاتصال تؤديها، يمكن تنفي ولا تأكد، وكتقول شي مرة راني ماشي بوحدي، راه معايا البوس ديالي ومعايا رجال البلاد والمخزن كيحميني، الله أعلم كلامها كتقولو قبل هذه الخرجة في المنصة الإعلامية إياها. طيب، وكاين تيار مطبع في الدولة آخر ويلف لفه بعض ما يسمى بمنابر الإعلام مشبوهة وبعض ما يسمى مجتمع مدني مصطنع، تجاوز التطبيع إلى الصهيونية الشاملة، هذا تيار الرمضاني الشرعي ومن يلف لفه، حتى أنه قال كلنا إسرائيليون، وهذا تجاوز حتى الملك محمد السادس. الملك محمد السادس قال كلنا فلسطينيون في 2002 واستقبل كولين باول في عز الهجوم على عرفات واغتيال عرفة، وخدار لافيش اللي لصقناه في تظاهرة المليونية في الرباط كتذكره كلنا فلسطينيون. فالمغرب ملكا وشعبا كلنا فلسطينيون، كيطلع الشرعي الذي يقدم بأنه كيمثل لاتجاد، وهنا كنعاود نطرح سؤال لاتجاد. لاتجاد مؤسسة عمومية استخباراتية محترمة ديال الدولة ديال الشعب المغربي، كل تقدير ستكلم، عندها ناطق، عندها ياسر المنصوري الرئيس ديالها، ما يمكنش نخليو الناس تروجوا بني أحمد الشرعي كيمثل لاتجاد، كما قال الطوجني أول البارح أو ثلاث أيام، قال بأن ميساء الناجي كتكلم باسم أجهزة أمنية معينة، ياسر المنصوري والناس الشرعي كيمثل ياسر المنصوري، هذا كلام فيه ميول تبع الكلام، تبع الكلام اللي تيروج، لان عن علاقات يعني شرعيه مع احد رموز الدوله. هنا راه لابد يعني الاجهزه تخرج وتوضح ان كاين واحد يعني لغط، وكاين امور ديال شي ولا صراحه ما تيعجبش، واصبحنا ربما بحال روتيني روتيني كل ليلة يلغاه وكل ليلة يقول كلامه. كيفاش كتشوف هادشي دابا في الساحة؟ تكلم، هناك الأجهزة القضائية أخي الكريم، فتح تحقيق مع هاد الناس كاملين، أي واحد كيتكلم وكيدخل في الزج بأسماء في الدولة
والمؤسسة الأمنية، وكاين اللي كيطلع لفوق حتى للقصر وكيقول لنا بورتكوا، وماشي لهنا أخي الكريم، حنا في المرصد رصدنا هذا الأمر 3-4 سنوات ربما أكثر، ولكن مع الزفات الطبيعية من ديسمبر لهتجي كثر اللغط في غياب تدخل الدولة، وراه صدرنا مئات البلاغات الرصد في هذا الموضوع للزج بالدولة وباسم الملك والديوان الملكي وأسماء أمراء، بل حتى اسم الملك شخصيا في حكايات. لكن نحن كنقولوا من غيرتنا الوطنية بالمناسبة، لأنه يصور مناهض التطبيع بينهم ضد الملك، ضد الصحراء، ضد الأمازيغية، ضد اليهودية، ضد الإنس والجن، على كل حال يقولوا اللي يبغاو. ولذلك نقول هذا الثلاثي اللي خرج كيتكلم وبعض الآخرين، نحن نطالب الدولة السلطة القضائية ديالها تحت حقيق مع هاد الناس، انهم اللي تيقولوا الشرعي كيمثل المخزن كيمثل الدولة. وقالتها ميزة، لا الشرعي راه ملي كيمشي للوطيل في اسرائيل راه كيعيط كيخلصوا ليه المشروبات الاياها في الوطيل في اسرائيل ولا في واشنطن وفضيحة الايميلات. طبعا فإلا بقى الامر هكذا متروك وكتكلم ميسا بدون وميسا استقبلها بن موسى في النموذج التنموي، فهما اللي صنعوا هذا النموذج، صنعوا لنا ميسا وصنعوا لنا شما وصنعوا لنا الرمضاني. ولكن الشعب المغربي اخي الكريم عنده وكالة المغرب العربي للانباء، وعنده البيانات ديال الدول الملكي، وعنده الناطق باسم الحكومه. ما يمكنش نخليو الشعب المغربي متروك هكذا لصناع المحتوى بين قوسين ويدعون ارتباطهم بالاجهزه الامنيه. ولكن لهذا الميول على الخاص، ولكن هما كذلك بان المناهضين للطبيعي ما تيعطيوناش النقد الذاتي، وكيقول لنا علاش ما بغيناش هذه، وهذه عندنا في الصحة وما نتهمهمش مثلا بالصيانة أو ما شابه ذلك، لأنهم كذلك هم يتهمون الناس مثلا التطبيع ربما الأخوانا، كل واحد كيفاش كيشوف هذه الزاوية هذه، كيفاش كتشوف أنت؟ أخي الكريم اللي كيخرج واحد يقول لك كلنا إسرائيليون، واش أنا اللي تهمت بأنه صهيوني؟ هو صهيوني. هو كيقول لك أودي، كيقول لك أودي هذيك مرتبطة بالحادث نهار 7 أكتوبر من اللي دخل المقاومة ذلك، هو كيقول هذا هو الجواب ديالو. جميل، طالما هو عنده الشفقة على الصهاينة 7 أكتوبر، أنا كنسأل أحمد الشرعي واللي معاه الجوقة ديالو في ميد راديو غير ميد راديو، كنسألو منذ متى كانت لك شفقة على الإنسان كإنسان؟ قبل 100 عام رأى الكيان الصهيوني عمل دير ياسين بار 7 أكتوبر، وعمل المجازر في فلسطين قبل إعلان الكيان الصهيوني في 48، أيام عصابات الهاغانا وشتيرن وأرغون والبالماخ، أيام الانتداب البريطاني، ثم مذبحة دير ياسين 47، والمذابح من بعد 48 و67، والهجوم على القدس الشرقية واحتلال 67، وهدم حارة المغاربة ديالك أحمد الشرعي، حارة المغاربة ديالك. فإذن علاش ما عمرك قلت كلنا فلسطينيون؟ أحمد الشرعي عضو منظمة جيس الصهيونية التي يقودها إيران ليرمان مستشار نتنياهو، وإيران ليرمان كولونيل في الجيش الإسرائيلي. أحمد الشرعي عضو منظمة أتلانتيك كونسل، المجلس الأطلسي، وهو ثينك تانك أمريكي يميني. أحمد الشرعي يبايع كوشنر ويقول في مقال له نشره في 2019-20 لا قدسية لحدود 67، بمعنى هو ما قامش تدك 67، هو بغي إسرائيل كل إسرائيل. ما يجيش دابا يبكي في 7 أكتوبر على الصهاينة للمقاومة، بالمناسبة غلاف غزة راه داخل في حدود 67، بالمناسبة راه قرار 242 حدود 4 يونيو 67، هذا القانون الدولي أحمد الشرعي ومن معك. فإذا المقاومة هاجمت قطع غلاف غزة اللي أخويا راه ماشي أراضي 48، واحد المساحات كبيرة حتى 3-67، حتى بالمنطق ما يسمى 4-2 القانون الدولي إياه اللي ما كان حنا رافضينه أصلا، لأن عندنا فلسطين كل فلسطين محتلة. المقاومة ذهبت إلى غلاف غزة وهاجمت العسكر. ثالثا أو رابعا، ليس هناك مستوطن في الكيان الصهيوني مدني، كلهم جنود احتياط. كنقول لحمد الشرعي عاود قرا القانون ديال الصهاينه اللي هما سيادك اللي كتقول كلنا اسرائيليون. القانون الاسرائيلي كل جميع الاسرائيليين جنود احتياط، ما كاينش المدني، هذا في القانون الاسرائيلي.
فإذا نحن لسنا إذا بكائيا كنا إسرائيليون. طيب مع هذا النقاش ديال أحمد الصرعي 11,000 شهيد نصفهم أطفال يقدر يكسب كورونا فلسطينيون أو الله ما يقدر ما يقدر. إلي أنجازي موتى صهيين وصهيوني وأتحدى يدعيني يدعيني على المحكمة وقل قد هو قل كورونا إسرائيليون ويتناقض مع دولته اللي كيدعي ولا كيقدموه للناس بالنفلات جد مخابرات العسكرية خارجية. إذا هذا يتناقض مع حتى الملك اللي كان أسناد القدس إلا أنت إسرائيلي كلك. إذا هذا لغى حتى مغربيته. نحن إذا ناس تصهينت عقولهم وأفئدتهم ويدعون الوطنية والصحراء والملكية وسيدنا ما سيدنا هاتي كل شي خردة نقلب كل مسؤولية التمسح بجلباب الملك والتبثر بقضية الصحراء والبحث عن الأمازيغية وعن اليهودية للقول بأن التطبيع مقدس في المغرب. هؤلاء عملاء وما غيمكنش يبتزونا بهاد الأربعة العناوين الصحراء الملك أمازيغية اليهودية هذه رباعية. هناك بعض الناس اللي كيقول بأنكم كتجاوزوا بزاف وربما يعني الفكر ديالكم تجاوز مجموعه من الاشياء خاصة انكم كتجوا مثلا اتهامات اليهود المغاربه مثلا المكلف الاملاك ديال وزارة الاوقاف كتقولوا بانه يهودي متصهيين ولكن هو يهودي مغربي فكيف يعقل ان مثلا سؤال اليوم في البرلمان الاستاذه نبيله منيب فوزير الاوقاف اجى انه هو مغربي فكيفاش غنتهموا بالصهيانه؟ اولا احنا كنطرحوا السؤال على وزاره الاوقاف واش الاوقاف المسلمين دابا انا ما عندي لا عنصريه حتى على شي واحد لا نتهم اي يهودي مغربي بانه صهيوني نقول الصهاينه صهاينه فيهم اليهود وفيهم المسلمين لكن تم مسلمين صهاينه بالمناسبه وما اكثرهم في هذا الزمن البائس ويستغلون مواقع في الدوله باش يفرضوا الصهاينه بموقعهم في الدوله. على كل حال وقد أخذ أحدهم وسام الشرف الإسرائيلي من يد هيرتزوغ شخصيا قبل العدوان بعشرين يوما راك عارفوا هتقول لي عاوتينا ضد سمو الشجر الملكي. فعلى كل حال كيحاولوا يرهبونا يبتزونا بعناوين نحن ضد الصهيونية وضد تمييع الدولة وضد رهن الدولة للمنظومة الصهيونية وعملائها في المغرب. اللي بغى هذا الكلام يبغيه واللي بغى يدعينا بالمناسبة ولن نخاف في ذلك لومة لائم. هذا أمر واجب وطني وكنقولوه بكل صراحة والرصيد ديالنا معروف ولا فخر وهذا ما كنتجاوزوش فيه المغاربة. المغاربة كلهم الحمد لله على قلب رجل واحد ضد الصهاينة وعملائهم. نرجع لموضوع الأوقاف علاش الوزارة سكت على هذا الموضوع منذ أن قاله السي وحمان قبل 4 سنوات تقريبا هذا الكلام كيقولوا علاش طرواز الأوقاف حتى لدابا عاد يقول لك لا راه يهودي اللي عندنا الاخر وملي كنقولوا يهودي راه ماشي كنعاتبوا انه يهودي سميتو ادرعي جاي ادرعي حسب المعطيات اللي عندنا في المرصد وادرعي وزير داخليه نتنياهو في الحكومه اللي مضات وكان مرشح يكون وزير داخليه في الحكومه الحاليه اليمينيه صهيونيه التلموديه لولا ان عنده ملفات فساد ودابا كيديروا اصلاحات قضائيه وكذا كذا خلقت انقسام داخل المجتمع الصهيوني باش ممكن اريد درعي عاود يرجع. فنحن كنقولوا المغاربة المسلمين الآن لما كيسمعوا بأنه الأوقاف المغربية يدبرها يهودي من عائلة أري أدرعي وزير داخلية الكيان الصهيوني أولا كنطرحوا سؤال واش عادي أن أوقاف المسلمين كيدبرها يهودي مغربي؟ يفترض الأوقاف يدبرها مسلم. واحد اثنين واش كاين شي قاضي مسلم كيدخل في قضايا اليهود الخاصة في الإرث والزواج والطلاق؟ وكلنا مواطنون فما بقوش نتجروا يجرونا لهذا النقاش البائس ديال اليهود المغاربه. اخي الكريم اليهود المغاربه مواطنين المغاربه ومن تصهين منهم فهو صهيوني وراه ما غاديش يبتزونا بتا يهوديت عاوتاني اسمح لي ما يبتزوناش بتا يهوديت اسمح لي
بالمناسبه علاش ازولاي ياخذ وسام الشرف عند هرتزوغ؟ وعلاش ازولاي يجيب اربعه الوزراء ويقطعوا الصحراء؟ بالمناسبه هذه فضيحه وقعت في الدربيضه هذه سنه ونصف، راه بترت الصحراء في قلب الدربيضه بحضور اربعه الوزارات المغاربه. الوحيدين اللي وقفوا لهذا الموضوع هو احنا في المرصد، الوحيدين في المغرب للاسف احنا الوحيدين اللي وقفنا على هذا الموضوع. وبالمناسبه الاوقاف ماشي القضيه ديال اليهود اللي كيدبر الاوقاف، اش دخل الاوقاف بانها اللوغو ديالها احضر في منتدى رياده الاعمال في مراكش اللي غتجي فيه اسرائيل ضيفه شرف، واللي غيتم المنادات بهدم الاقصى المبارك في قلب مراكش اماره المؤمنين رئاسه لجنه القدس. والسؤال في هذا الموضوع وشكون هي سميرة بار؟ وشكون هو ابو سالم القارح؟ شكون هو محمد بن عيسى اللي جابوا حسن كعيبه ناطق باسم الخارجيه الاسرائيليه الدرزي وشتم المغاربه قال علم الحيوانات في 15 اكتوبر اللي داز؟ قالك حنا حيوانات، هذا راه جابوه في ذكرى النكبه لمراكش، وجابوا له 15 دوله افريقيه باش تنطلق اسرائيل من مراكش اللي تغزو افريقيا، حنا غير دار العرس. واللوغو ديال الاوقاف حاضر في ذاك الملصق، ومديره العلاقات الخارجيه سميره بار تدعو نتنياهو لهدم الاقصى المبارك، هي مغربيه بين قوسين مشلمه، كنقول مشلمه بالشين، تدعو لهدم الاقصى وبناء الهيكل. هذه راه خدات المال العام واستقبلوا من الوالد مراكش، استقبل هذا الوكر هذا الربعه العملاء. راه كنقولوا كلام واضح مسؤول، ماشي تقول لي ويهودي وحنا اليهود المغاربه وفيكم الكراهيه. نحن نكره الصهيونيه لانها عدوه، ولان المغرب بلد ديال الموحدين والمرابطين والمقاومين اللي جاب الثقل بالمقاومه وجاب الصحراء بمسار الخضراء وعطى دماء الشهداء للقوات المسلحه الملكيه، ماشي المغرب ديال المطبعين العملاء المنبطحين على بطونهم في تل ابيب وفي فنادق تل ابيب باسم الملكيه او باسم الصحراء، بحال هذا اللي مشى في قضيه الزلزال ديال الحوز ومشى كينطق باسم الملكيه تما وديال الطربوش حمر، فضيحه. حنا اللي اكتشفناه بالمناسبه، وحنا سببوا باش حيدوا الفيديو ديالو من اسرائيل 24، حنا سببوا كيتكلم باسم الاسره الملكيه. شكون اللي قال له اش كدير تما؟ قال لك انا الملك راه ولد عمنا. اي انت الملك اللي ولد عمك، انت هو الاصل، الملك هو اللي فاريابل، انت هو الروبير فيكس، وكيقدم راسه لجمعيه موريا علي الشريف. السي محمد، المطبعون يخربون الدوله ويدعون الدفاع عن الدوله والصحراء، والدوله بغات تحمل المسؤوليه توقف هذه المهزله تحمل، ما بغاتش. نقول لكم الاخر طبع وتسهين، حنا غنموتوا بالنهايه كافراد كاشخاص، مخاطبك المتواضع بالنهايه عمري محدود، لكن الدوله عمرها ما خصوش يكون محدود. والدوله اليوم يلف لفها في زفه التطبيع من يخربونها من داخلها ومن جنباتها باسمها، باسم اماره المؤمنين والامازيغيه واليهوديه والصحراء والملكيه والى اخره، وكلنا اسرائيليون باسم الله جد. حنا اخر كلمه كنتكلموا بهذه الحرقه، لا ما نقولش على موضوع الوطن، الحب لهذا الوطن تتكلم بحرقه. الموضوع ديال الامازيغيه وهذه الحركات ديال الامازيغيه والخلق بان الامتداد اليهودي والاسرائيلي اخوان الامازيغي في المغرب، كيفاش كتشوف الحركه الامازيغيه وانك تدخل هذا الفكر بين المجتمع المغربي وتفريقه؟ اولا احنا نحترم الحركه الامازيغيه والمناضلين للحركه الامازيغيه، ما عندناش عقده من الحركه الامازيغيه ابدا، بل الحركه الامازيغيه في جانبها الايجابي دافعت على الثقافه الامازيغيه ودافعت على تنميه الثقافه الامازيغيه واللغه الامازيغيه وترصيدها والدفع بها لتصبح دستوريه وفي السياسات العموميه، هذا يحسب للحركه الامازيغيه. ولكن نعاتب على الحركه الامازيغيه ومناضليها، وهم بالنهايه مغاربه وخوتنا ومخاطبك امازيغي، يعني انا امازيغي من جنوب الشرقي من الرشيديه، نعاتبها ونقول ان مراهنتها على اسرائيل، وراه ماشي الان فقط مع الزفه الطبيعيه الرسميه، هم استثمروا الزفه الطبيعيه الرسميه كي يقول بان الدوله التحقت بالحركه الامازيغيه في العلاقه مع اسرائيل. هذا الموضوع لنا فيه رصيد كبير من الرصد. هم يقولون بأن المغرب والدول والأنظمة في شمال إفريقيا دول مستعمرة وعروبية،
تستعمر دولة الأمازون أو تم صغة الكبرى. ولتحقيق تم صغة الكبرى مطلوب التحالف مع إسرائيل وأمريكا لتحقيق هذا الحلم. وهذا الكلام ماشي عندنا في المغرب، حتى عند ما يسمى الحركة الأمازيغية الجزائرية بقيادة المدعو المتصين فرحات مهني جمهورية القبائل اللي كيدعموها شي وحدين، وممكن نشوفوا جمهورية القبائل إلى 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 سمح الوقت نتذكروا في هذا الموضوع جمهورية القبائل اللي كيدعمها السفير ديالنا في الأمم المتحدة سمى الله بعدا السفير ديال الأمم المتحدة ديالنا اللي في الأمم المتحدة عمر سي عمر عمر هلال سي عمر هلال نرجعوا له من بعد. فإذا بعض الحركات الأمازيغية وبعض أقطابها كيراهنوا على إسرائيل، بالمناسبة هذا يضعهم في تناقض صارخ مع الدولة ويضع الدولة في تناقض صارخ مع من يلفون لف التطبيع وكيتعتبرهم جمهور المجتمع المدني الراعي للتطبيع في المغرب. الحركة الأمازيغية في علاقتها بإسرائيل هي تخون الوطن تحت عنوان أنها كتبحث نفسها على تحالف دولي لبناء تم مزغة على أنقاض الدول العروبية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. ثانيا الحركة الأمازيغية تستثمر من طرف الكيان الصهيوني، وهذا ترجع للتقارير ديال معهد موشي ديان وكبير خبراء معهد موشي ديان بروس مادي ويزمان الذي يجوب المغرب طولا وعرضا، وهذا الكلام ما كنقولش أنا كهناوي ولا المرصد المغربي ونهضة التطبيع، قالوا حسن أوريد ناطق باسم القصر الملكي زميل الملك في الدراسة والي مكناس تافيلات مؤرخ المملكة، تقول بروس مادي ويزمان جاء وطلب اللقاء معاه وكان السبب في اللقاء هو منير كجي أحد المتصهينين المتأمزيغين المعروفين في الحركة الأمازيغية في المغرب ولد المنطقة ديالي في جنوب الشرقية الرشيدية هو ولد قلميمة، جابوا له في 2011 لماذا؟ باش يحاول يربط العلاقة مع الحركة الأمازيغية لبناء التحالف الصهيوني الأمازيغي وخلق طابور خامس خادم للأجندة الصهيونية. وممكن تصادف حسن أوريد ويقول هذا الكلام، وهذا الكلام تيقول حسن أوريد راه فيديو راه ماشي كنقولوا شفاوي اسمه فيديو كاين موجود، قال وبروس مادي ويزمان له شبكة في المغرب. شبكة بروس مادي ويزمان أخي الكريم كلها ترفض العلاقة مع الشرق الإسلامي والعربي وترفض أي علاقة بفلسطين وترفض إمارة المؤمنين وترفض رئاسة المغرب لجنة القدس وترتمي في حضن صهيون. يعني بأن إمارة المؤمنين ورئاسة لجنة القدس الملك تشكل خطر على إسرائيل وكتحاول أن تخرج هذا الامتداد ديال المغرب والعمق داخل العالم الإسلامي والعربي، خاصة أن لجنة القدس جات من أشغال المؤتمر الإسلامي من أول قمة في 69 سي محمد 69 استضفوا الحسن الثاني في 69 بأي مناسبة؟ بمناسبة جريمة إحراق مسجد الأقصى المبارك. المغرب استضف التعاون الإسلامي في أول قمة يلا تأسد في الرباط وهذا شرف للمغرب الدولة والشعب. لما في 75 وهذا سبحان الله من حكم القدر 75 المسألة الخضراء 75 لجنة القدس برئاسة المغرب إلى الآن هؤلاء ضد كل هذه العناوين ضد كل ويجدون للأصل الثقافي لهذا الأمر هو الاشتباك مع العروبة والإسلام. أنا ماشي تطبيع فقط، أرى هناك واحد الأصل ثقافي عميق. أنا بالمناسبة أشفق على هؤلاء الشباب. الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أتأسف لما كنشوف خطابات عن شباب وكنعرفهم أنا كيتجاوز علاقة مع فلسطين وهذا وهذا الحكي تطبيع إلى أنه يسب الله ورسول الله والكعبة والحج ورمضان وكل شيء باسم الأمازيغية. ربما فات النقطة هذه ديال الشباب ربما فات النقطة ديال الشباب سي عزيز هناك سي عزيز ربما فات النقطة ديال الشباب قاطعتك ربما هناك من يتهم يعني حتى الأحزاب وربما يعني الفئات اللي هما ربما كنعتبروا احنا مثقفة بأنها ما كتعطيش واحد الخطاب ولا تنتج واحد الوعي سواء سياسي سواء اجتماعي بالنسبة لهذا الشباب وربما
تحت التجربة الإسلامية أو التجربة ديال العدالة المدنية في المغرب كان سبب في التراجع ديال أن الفكر ديال الشباب أنه ربما يفقد ثقة حتى في الفاعل السياسي. هو شوف أخي الكريم، والفاعل السياسي راه كاين ازمه الفاعل السياسي في المغرب، ماشي مرتبطه فقط بسبب الامازيغي ولا بسبب عموما، كاين ازمه الفاعل السياسي. وهذه ازمه الفاعل السياسي ما نرانوهاش فقط بالاحزاب، هي كاين ازمه ذاتيه ولكن كاين ازمه موضوعيه. راه ما نساوش سنوات الرصاص وطيله هذه 60 65 سنه، ايضا الموقف الرسمي في الدوله كان عنده دور في خلق هذه حاله الكساح وحاله الهزال في المؤسسه الحزبيه بصناعة أحزاب وهمية. كنتكلموا على الأحزاب الإدارية بتفخيخ الأحزاب الوطنية وتدميرها من الداخل، ثم بقتل الديمقراطية وبعدها ورشفنا 8 سبتمبر اللي مضى. فللأسف يعني الأمر فيه واحد البنية كلها نسق يرفض الفعل السياسي النقي الأصيل ويفسح المجال للفعل السياسي المشبوه المصطنع اللي عنده الضباج. وشفنا تأسيس الحزب للإياه في 2008 7 الوفيد الجديد، ونرى اليوم مع هذا الائتلاف الحكومي الحالي. فإذا ما نكونوش نقولوا فقط تجربة العدالة والتنمية، على كل حال جبتي العدالة والتنمية، أنا عندي صفة ثانية، أنا ودي العدالة والتنمية، أنا عضو المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية. كل حزب العدالة والتنمية كيتحمل المسؤولية. لهذا نحاولوا أنهم يعني يمرمغوا العداله والتنميه توقيع، لان قوس مسعار في جبين كل حركه اسلاميه. عاود السؤال ما سمعتكش. كنتكلم على ان العداله والتنميه وان كيف تم جرها وتوقيع الامين العام ديال الحزب، لان راه قوس مسعار في جبين كل يعني الحركات الاسلاميه. واليوم انت ربما ابن حركة التوحيد والإصلاح، فالملكة اللي كتجي تتكلم اليوم راه مجموعة من الناس، نكونوا موضوعيين ونكونوا يعني كيقول لك الناس كانوا يتناقضوا مع روسهم، فكيف يعقل انهم وقعوا ويجيو اليوم يقولوا لنا التطبيع ما خدامش وبان التطبيع مع اسرائيل عنده وعلاش قعدتي كربما الانحسار شرف. سؤال وجيه، وانا كنحيي هاد المغاربه وانا كنت لا اتفق معهم في القراءه السياسيه. انا قلت غداه التوقيع بل ليله التوقيع، وراه ممكن ترجع للحوارات مع قنوات فضائيه عربيه ومواقع الكترونيه، قلت ساكون سعيدا جدا اذا غضب المغاربه على حزب العداله والتنميه لانه وقع التطبيع. علاش؟ غتكون هذه علامة حياة عند المغاربة أنهم كيرفضوا التوقيع، كيرفضوا التطبيع اللي وقعوا الأمين العام للعدالة والتنمية بصفته رئيس حكومة بأمر من الملك داخل القصر الملكي في لقاء ملكي. ونكونوا واضحين في المشهد، ما نبقاوش نقولوا نصف المشهد. الدولة برأسها بحضور شخصي للملك ولي العهد ومستشار الملك ورئيس الحكومة في لحظة التوقيع، فاللي غادي يدين التوقيع كما كندينو التوقيع كله اللي قامت به الدولة، وهو مقتل للدولة ومقتل للصحراء ومقتل لإمارة المؤمنين. هذا كتقول شما درشود المطبعة اللي خدمات مكتب الاتصال ماشي هنوي، باش نكون واضح معاك الكلام واضح لا يحتاج إلى ديكوداج واضح نيشان. نرجع للعثماني، العثماني ليس مطبعا كشخص وكحزب لكنه كرئيس حكومة مسؤول على التوقيع، وأدينه كرئيس حكومة أنه وقع، وأنا ابن العدالة والتنمية أدينه أنه وقع، لكنه كرئيس حكومة مؤسسة مرتبط برئاسة الدولة في شخص الملك والقصر الملكي والمؤسسة الملكية. فما نبقاوش نسقط توقيع في العدالة والتنمية. العدالة والتنمية في المغرب لا يحكم جمهورية، باش نكون واضحين في المصطلحات الدستورية سي محمد، واش العدالة والتنمية في المغرب كيسير جمهورية ولا ملكية؟ كنت على الشكل تفضل كإعلامي استجب ولا تفعل مع السؤال ديالي.
إذا كان العدالة والتنمية رئاسة الحكومة العثماني تيسير في جمهورية خيالية سميتها الجمهورية المغربية، إيه حسبو. لكن اسمح لي، البيان ديال الديوان الملكي في مارس 23 والذي قصف به حزب العدالة والتنمية في موضوع التطبيع فيه أخطاء كثيرة في بلاغ الديوان الملكي، بيان لا دستوري أولا، وبيان اللي كتبوا يبدو لي ما قارش الدستور باش كيقول وطبقا للدستور. هذا حزب اعترض على وزير الخارجية بوريطة كعضو في الحكومة وبقاو ساكتين 9 أيام ولا 10 أيام وخرجوا ببلاغ ديال الديوان الملكي تيقول بأن بوريطة راه كيتصرف تحت إمارة الملك، فإذا العدالة والتنمية لما كيرفض التطبيع فهو ضد الملك. هذا زيدوا على شمد رسول وميس الناجي وعلى الرمضاني، للأسف في إطار الموجوعة السياسية في البلد. العدالة والتنمية حزب وطني، ولكن العثماني وقع وأنا أدير رئاسة الحكومة في التوقيع وأرفض التوقيع، فوقع تحت إمارة الدولة، ولو أنه رفض التوقيع لكنا في أزمة أخرى يعلمها الله داخل البلد أستاذ. ولكن حسب أن أقول هنا أن الناس اللي شدين القشابة في العدالة والتنمية ما تقدروش يقولوا الدول على شوقعة التطبيع، تقدروش، ولكن سك براءة العدالة والتنمية من التوقيع هو بلغ الديوان الملكي في العدالة والتنمية في مارس 23، ثم العدالة والتنمية والعثماني كيرأس الحكومة راه خصكم عندنا الذاكرة قوية حسنا ماشي متقوبة. العثماني وهو يرأس الحكومة سمعني مزيان، الفريق البرلماني ب 125 برلماني في البرلمان طالب بإغلاق مكتب الاتصال وطرد مكتب الاتصال في ماي 2021، مازال العثماني رئيس حكومة وهو أمين عام الحزب. واش كتظن غير رئيس الفريق البرلماني ويقول هذا الكلام في البرلمان بدون إذن الأمين العام الحزب؟ ثم كيستقبل رئيس المقاومة حماس إسماعيل هنية في 21 في يونيو 21 2021، ثم كنستقبلوا خالد مشعل في مهرجان بعد معركة سيف القدس. العدالة لا أحد يشكي ثم أن العدالة والتنمية في البلاغات يعني الأخيرة مع الأسف الكيران ضد التطبيع، يحارب التطبيع، ولهذا تم الزج بالديوان الملكي في البلاغ ضد العدالة والتنمية في جرة بوريطة. وحنا كحزب معارض من حقنا ياك جريتوا علينا في المذبحة ديال 8 سبتمبر في المحاضر بالقاسم الانتخابية بدون محاضر، دابا خليتيني كنتكلم دابا كعدالة وطنية. فللأسف هناك عملية قرصنة اللي مشهد السياسي في البلد وإيهام الناس بأن العدالة والتنمية راه طاح من الحكومة لأنه طبع، واخا ماشي مشكل. لا 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 انا ما قلتش، انا ما قلتش بان العداله، لا انا ما قلتش حركه مسلحه تقول المغرب تقتل فلسطين، لا لا استاذي اول جلسه حكومه ما تاخنوش اتفاقيتين مع اسرائيل والبلديات اللي كيراسها حزب اخنوش كلهم كيهرولوا نحو اسرائيل ووزراء اخنوش كلهم اتفاقيات مع اسرائيل، والحزب اخنوش ضم في تحت جلبابه ما يسمى جبهه العمل السياسي الامازيغي في مارس 2021 شهر قبل الانتخابات، وكلها جبهة ماشي متطبعة تحب الصهيونية بقيادة محيدي. باش نخرجوا من بخير ما نخلطوش الامور، ما نخرجوا من الكاسكير ديال العدالة والتنمية. ربما تكلم دابا من الكاسكير ديال العدالة والتنمية، سامحني سي عزيز، ربما الدفاع ديال انتماء العدالة والتنمية جعلك انك يعني تكلم بهالطريقه هذه. فقبل ما نختموا سؤال اخير، كيفاش كتشوف الاغلاق ديال المكتب ديال العدو الاسرائيلي في الرباط؟ اولا هذا مطلب شعبي الجميع شاهده في المغرب. ثانيا التطبيع اصلا مره بطريقة لم يتفق عليها الشعب ولو تم تغليفه بقضية الصحراء. ثالثا ليست هذه أول مرة، إذا هدى الله دولتنا وندعو لها بذلك، إذا أقفلت مكتب الاتصال ستكون المرة الثانية ليقفل هذا المكتب، وقد أقفل في بداية 2000 وقد افتتح في 95 تحت عنوان اتفاقية أوسلو الزارحة، أولا الأرض مقابل السلام. اليوم سلام. لا أرض لا سلام، بل
القدس عاصمة موحدة للدولة اليهودية الخالصة، لا عودة، لا إزالة للمستوطنات، الجولة الأرض الإسرائيلية، هذا كله وقعوا دونالد ترامب اللي عطانا الصحراء، اللي عطانا الصحراء للأسف كنقولها. طيب الظروف الحالية أكثر بشاعة من الظروف ديال 2000 في الهجوم على جنين في عملية الثور الواقي التي قادها شارون في 2000. نحن الآن أمام مذبحة عالمية، فالآن كل دقيقة مازال فيها مكتب الاتصال في الرباط ومكتب الاتصال ديال نفط الأبيب عار على الدولة، لأنه الصحراء تكرفصنا فيها وطلنا فيها الطين وتمزز بشيوخ تحديد الهوية باش يبيعوا نتنياهو في يونيو الماضي بعد الرسالة ديال نتنياهو، وهذا خطأ قاتل ديال وزارة الداخلية، يجيبوا شيوخ تحديد الهوية يبيعوا نتنياهو بالدخلة والعيون ويدوا الحاخام جولن إلى أسازاك بالراية الإسرائيلية ويعطوا البوليزاريو والجزائر باش يطلعوا لنا الطين عند الشباب الصحراوي ويقولوا لهم راكم صهاينة ويدفعوهم يوليو انفصاليين، راه كنخصنا نردوا البال لهذ الأمور. فإذا إقفال وكتب الاتصال مطلب شعبي، ودولتنا نحترمها نؤمن بها نفتديها، عليها أن تسمع إلى شعبها لأن شعبها أولا. شكرا شكرا سي عزيز، شكرا سي عزيز على قبول هذه الدعوة. شكرا على سي عزيز بريك، شكرا على هذه الاجوبه التي قدمتها الى جميع المغاربه متابعي القناه. نشكرك مره اخرى ونتمنى ان يرحم شهداء غزه وان يحيي هذا البلد وان يجعله امنا مطمئنا رخاء وان نعيش في امن وسلام ان شاء الله. وإلى هنا ننهي هذه الحلقة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.